البوسي المذخور للأعياد وانا ولد مالك تقل يا الولد تنذي ابن بعيد يا ولي يقل لك هالوقت يا بني وقت عيد يا خوارج ثايرة والنصر ليزيد للشام يا بروسهم ويا الضعينة أولي قرص قلبها الأم حست بالشر قالت ولد قبل ما تتزين وتشمت ارجع يا عقلي وعاين شكلام وخذ الخبر يا نور عيني من الطفلام وعذينهم يا ابني ومدينتهم اسألهم واعرف يا عقلي اسم الزعيم الذابحين أولي رجع الولد وإذا بالرؤوس تلوح إليه والنساء في بكاء وعويل رذوا وجف بالجاذة ولاحت له الرأس مثل البذور ومنها تخجل نور الشموس عاين عليل على المطيب قد محبوس اللي يسمع يذوب يلبه من ونينة وعاينة سيرة لود بيها كل يتيمة ويا لظنا ذي للحرام كل زعيمة جلها يا حرمة مصيبة شكلفة وعظيمة شنو ديانتكم ووطنكم يا مدينة أولي منين انتون من أي ملة انتون زينب بعد ما تحاكي أحد وما تكلم أحد كلهم غرب أجانب لكن نظرت إلى الولد وجافت البراء على وجهه جعلت تكلم زينب قل أسلام إحنا وهل الطيبة والطلة واللي تريد من المدينة اسألني عنه يا لا مسبية المدينة بلا ذلة بل ارذا نجدش كان خالي تعرفين أولي تعرفين خالي حسين وتعرفين عباس وتعرفين الأكبر والنشامة اللي ترفع الرأس تعرفين زينب تعرفين زينب لولا تعرفين ابو شيمه محمد وافي الباس وتعرفين زينب مهجة الزهرة المصونة قالت لولد اذنوا مني يا ولد ضمت الى صدره قالت لولدي انت من امك ياهو حسب ياهو نزاد جسمك تقل يا عقلي وامك منين يلا نمي يا شمية واسمي حسين واما النبات ابو طالب الطيبين بيت الامام الفخر كل حايزين اويلي روح الى امك قل لها ترى المسبية زينب كان هي هاشمية وتعرف بني هاشم وتعرف زينب روح كلها المسبية زينب وعاد الولد بالخيبة يقوم وطيح على وجهه بعد أحس بالمصيبة الولد من بيت فهامة وعلم وعاد إلى الأم أمه سرعان ما داخل عليها فرح مسرور ولا داخل عليها والدموع على وجنته ومكسور الخاطر ولدي أحد ضرب أحد شتم أحد كسر خاطر قالها لا أمة إنما كسرت خاطر المرأة واليتامى والمسبية زينب زينب خرجت الأم تقوم وتطيح على وجهها إذ أدخلت زينب في خربة الخربة هذه لا تقل لهم لا عن برد ولا حر مقيدين بالسلاسل والأغلال يا تاذي المرأة تدور على زينب وين خلوا زينب والسبايا ما
خرجت ولا زينب في الخربة، النفس على الناس مقيدين بالسلاسل والأغلال. وإذا تسمع صوت من خارج الدار وحسينا بكاء زينب والنساء، دخلت الأسدية أو دخلت العقيلية في بعض الروايات تبحث عن زينب الزعيمة وين، استقبلتها سكينة عد الباب، من أنت؟ أشوف الحزن باذي عليك. اختنقت بعبرتها وإذا بزينب تخاطب وتقلها شمالك يا بنتي زايدة عليك المصيبة. يا عمي شمالك يا بنتي زايدة عليك المصيبة، من ذون أهل هالبلد من حول وكئيب، كل ما نحبتي زادت أحزاني علي، تعرفينهم جنج ضحايا الغاد، سمعتي من الواذم لو أنتي هاشمي، بالله تقولي وظنت منتي غريب. نادتني من طيب ضعنكم لازم النوح، ليلي ونهاري بس سمعت حسين مد، حرمة وغريبة وبين جانب وين نار، أهلي هواشم واني منكم قريب، أنا منكم يا زينب، أنا أهلي هواشم والذهر عنكم بعدني، أسمع ذكركم وأطلب من الله وأسمع باسم زينب وحظي ما سعد، أقعد وياها وأخدم الحور النجيب. أويلي ضمتها زينب إلى صدرها، عز زينب وبقي زينب في الشام أيام إلى اليوم يوم 20 من صفر، قيل سبق ذلك بيوم وقيل بثلاثة أيام، أمر يزيد بإخراج النساء، نساء الحسين، وأوصى بهم الحادي، قال له سر بهم ليلا وأمكث بهم نهارا، وما كان من الحادي إلا على هذه الحالة. خرج بالطريق قاصدا إلى وين؟ إلى المدينة، وإذا بالحادي قد خير زينب، قال زينب، أو في رواية أنه خاطب زين العابدي، قال نحن على مفترق طريقين، طريق أذي إلى كربلاء ومن ثم إلى المدينة، وطريق مباشرة إلى المدينة أن أعرج بالنساء على قبر الحسين، وفي رواية أن زينب طلبت ذلك. تفتت إلى زين العابدين قالت يا ابن أخي قل للحادي يعرج بنا على قبر الحسين، نريد نزور الحسين، قل للحادي يمر بنا على كربلاء، قولوا للحادي يمر بنا على كربلاء، تقولوا لحادينا يمر الغادرية، سلم على الوالي وننصب له عزي، قولوا لحادينا يمر بنا على نبغي نزور حسين ونشوف اندفن، ويا لا تروي قايب رخويا بدمعة، ويا لا تفاق القبر تحضرني المنية، ولا
عرج على قبري الشهيد وصار لنيا والعابد السجاد من فوق الجمل وويلا وزينب تنادي آه يا عز القضو وخرت على قبره ويتامها سوي يا خرت تنادي يا يتامى يا يتامى ويا يا نساو هلو تراب القبر بدخل بنظر حسين.